مرحبا بالمشاهدين الكرام على قناة أبو بكر جندان. سوف نتحدث عن أصحاب الأخدود، دعونا نبدأ. من هم أصحاب الأخدود وما هي قصتهم؟ سميت قصة أصحاب الأخدود بهذا الاسم نسبة للأخدود الذي أحرق فيه المؤمنون، والأخدود معناه الشق الكبير الغائر في الأرض أو الحفرة الكبيرة. ويذكر أن هذه القصة وقعت قبل مبعث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بأربعين سنة، ويقال أن أصحاب الأخدود هم نصارى نجران، وكان ملكهم ذو نواس، وكان يهودياً. فلما بلغه أن مجموعة من الناس آمنوا بسيدنا عيسى بن مريم، أمر بشق سبعة أخاديد، طول كل واحد منهم أربعون ذراعاً وعرضه اثني عشر ذراعاً، وأشعل النار فيهم وألقى من لم يتراجع عن دينه فيها. وقد وردت هذه القصة بصورة مختصرة في القرآن الكريم في سورة البروج، ووردت بالتفصيل في السنة في الحديث الشريف. قصة أصحاب الأخدود روي عن صهيب الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهبا فقعد إليه وسمع كلامه أعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حسبني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حسبني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، فقد بلغ من أمرك ما أرى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس الملك وكان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعي بمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك مرة أخرى، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. وقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني.
فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت وأضرم فيها النار، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أماه اصبري فإنك على الحق. الدروس المستفادة من هذه القصة: الاهتمام بتربية الأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة، فبطل القصة غلام صغير، ولكنه تربى على يد رجل مؤمن صالح غرس الإيمان بداخله. احترام المعلم لتلميذه والثناء عليه ومدحه، واعتراف المعلم بتفوق تلميذه عليه. ونجد هذا في شخصية الراهب حين قال للغلام: أي بني، أنت اليوم أفضل مني. الثقة بالله والصدق في الدعاء، وذلك عندما دعا الغلام قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. الإصرار على نشر الدعوة، ونجد ذلك في عودة الغلام للملك كل مرة، ولم يهرب حتى حقق هدفه وآمن الناس بالله. الإصرار على الحق والثبات عليه، ونجد في ذلك موقف أصحاب الأخدود، وخاصة الأم مع طفلها الصغير، وقول الطفل: يا أماه اصبري فإنك على الحق. نتمنى لكم مشاهدات ممتعة. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. أبو بكر جندان.